معنا من كوفنتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض. رامي، هل من تفاصيل وحول هذا الشخص الذي ألقي القبض عليه وملابسات القبض عليه؟ نعم، مساء الخير. هو لا قيادي ولا من يحضره مثل ما يقال باللهجة العامية، هو إنسان متعاون مع التنظيم. يقال بأنه سهل عملية فرار عناصر من التنظيم من جنسيات غير سورية في يعني قبل 8 أيام تحديدا من سجن تابع للأمن العام أو الأمن الداخلي في محافظة مدينة الرقة. لا يزال حتى اللحظة 3 منهم كندي أو يحمل جنسية كندية وروسي وليبي، لا يزالوا فارين منذ 8 أيام رغم دخول المخابرات الأمريكية على الخط، إلا أنهم لم يتمكنوا من إلقاء القبض عليهم. كان قد فر قبل 8 أيام 5 عناصر من التنظيم، إذا ما كانوا قياديين أم عناصر عاديين، ألقي القبض على 2 و3 لا يزالوا فارين حتى اللحظة. هذا الشخص يعني الدندل اتهم بأنه هو الذي ساهم وساعد بعملية فرارهم، لذلك ألقي القبض عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض العاملين في المنطقة، وليس قوات سوريا الديمقراطية هم الذين ألقوا يعني القبض عليهم. ولكن دعنا نتحدث يعني قضية إلقاء القبض عليه، قضية فرار السجناء. نحن نتحدث عن وجود أكثر من 11,000 مقاتل من داعش موجودين في سجون قوات سوريا الديمقراطية. إلى متى تستطيع الإدارة السياسية أو قوات سوريا الديمقراطية تحمل مسؤولية هؤلاء؟ هذه قنبلة قد تنفجر وقد تدمر ليس سوريا فقط، وقد تدمر محيط المنطقة ودول الجوار إذا ما تمكن عناصر التنظيم من الفرار من هذه السجون. يجب نقل الغير سوريين إلى بلدانهم ومحاكمتهم ومحاكمة عادلة للسوريين وسجنهم وفق قوانين معترف أو تراعي القوانين الدولية. إذا كان هذا الشخص غير ذات أهمية شديدة، لماذا يقدمه الأمريكيون على أنه قيادي بارز برأيك بهذا الشكل، ولماذا يؤكدون على تعاون قسد معهم في هذا الأمر؟ للتغطية على قضية فشل بالقبض على الفارين من السجن في الرقة. عملية الفرار هي من 8 أيام ونحن تحدثنا عنها منذ 4 أيام، والولايات المتحدة الأمريكية تحدثت عنها أمس، ولا تزال عملية الفرار مستمرة. هي القضية للتغطية على قضية الفرار التي حصلت في سجن في الرقة رغم وجود عناصر من المخابرات الأمريكية في داخل مدينة الرقة، وأرسلوا مزيد من العناصر في محاولة للبحث عن هؤلاء الفارين والقبض عليهم. ولكن الآن مر 8 أيام، قد يكون هؤلاء العناصر الآن باتوا داخل الأراضي التركية أو أقله في منطقة سيطرة الفصائل الموالية التركية في طل أبيض أو في ريف حلب الشمالي الشرقي. من كوفنتري هنا في بريطانيا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، شكرا جزيلا لك.